ازيكم يا جماعه، عاملين ايه الاخبار؟ معاكم محمد زازوق من zackworks.com. اولا انا اسف لاني اتاخرت عليكم جدا جدا في تنزيل اي فيديو جديد او حتى تنزيل اعتذار اني ليه مفيش فيديوهات جديده على القناه اليومين دول، فانا بعتذر للمره الثانيه. فالفتره اللي فاتت الحقيقه كانت فيها شغل كتير، كان فيها شغل في ورشة نيكست ان شاء الله اللي نازلة يوم 1/7 اللي جاي، كان فيها شغل كمان تبع شركة كبيرة في مصر وعالمية كمان، أوراسكوم، كنت بعمل لهم شغل، كان فيديو كبير وضخم جدا وخد مني مجهود كبير جدا جدا للأسف يعني. وكمان من ضمن الحاجات كان برضو مشروع سيفيو اللي انا بروح اصوره كل فترة، فده برضو خد مني وقت كبير جدا. فالفترة اللي فاتت الحقيقة كان فيها شغل بروجيكتس او شغل برودكشن اللي انا اصلا كنت موقفه فترة، لكن لما بتجيلك فرصة كويسة فما تقدرش اصلا تقول لا. يعني دي يمكن من ضمن الاسباب الجوهرية والاساسية اللي خلتني ابعد شوية عن السوشيال ميديا واليوتيوب والفيسبوك وكمان البودكاست. لا املك غير الاعتذار ولا املك غير ان انا اقول لكم ان فعلا هي غلطة كبيرة ان حتى ما اطلعش اقول في فيديو من شهرين ونص مثلا ان انا يا جماعة عندي شغل وممكن اتأخر عليكم شوية. ما اضحكش عليكم، محتاج الفترة دي شوية تركيز لان انا مشتت جدا، لان عندي كمية افكار كتير لزاك توك واليوتيوب وكل حاجة اصلا في شغلنا اللي هو يعني الشغل اللي بيني وبينكم، يعني مش شغل البرودكشن او مع يعني شركات او كده. عندي مشاريع كتير عايز اعملها، في دروس كتير جدا جاية ان شاء الله على اليوتيوب تشانل خلال الايام اللي جاية، وكمان الورشة ان شاء الله زي ما قلنا في اول الفيديو هتنزل يوم 1/7. ورشة نيكست هي اصلا خلصانة واليومين دول بنفنش فيها ان شاء الله، وهنأبلود على طول الفيديوز اللي فضلة او الدروس يعني اللي فضلة وتنزل على الويب سايت ويكون الورشة ان شاء الله مكتملة. الفترة دي كان فيها شغل كتير، كان فيها راحة كتير الحقيقة، انا ريحت كتير جدا لكن راحة حميدة. يعني الواحد كان محتاج شوية وقت يقعد مع نفسه ويعني يطلع كده شوية افكار ويتكلم كمان مع نفسه في الحاجات اللي غلط والحاجات الصح اللي هو بيعملها، ونشوف كده نعيد نظر او نعيد وجهة نظر في الطريق اللي احنا ماشيينه. لازم الواحد كده مع يعني كل وقت كده ان شاء الله يقعد كده يتكلم مع نفسه ويشوف هو وصل لفين وناوي عليه. ما كنتش حابب ان انا اوقف الفترة الكبيرة دي، لكن والله الوقت جري فعلا، وكمان رمضان دخل في الموضوع والعيد، فالوقت طار. مش هضحك عليكم، زعلان ان انا بعدت فترة، لكن اللي جاي ان شاء الله احسن بكتير باذن الله. كتبت شوية افكار حلوة قوي، وقريب ان شاء الله يعني في خلال الايام اللي جاية على طول يعني هتلاقوا حاجات جامدة قوي على اليوتيوب وكمان على البودكاست. في حاجة مهمة برضو عايز اقولها لكم، ان كان في مفروض مشروع كبير يتعمل، لكن للأسف وقفته فترة، بس مش علشان يتعمل بعدين، لا هو لحد دلوقتي انا ما خدتش القرار فيه يعني تمش غرب. يعني كنت بتمنى ان من شهرين فاتوا ان يبقى في مؤسسة زاك ووركس او منشأة زاك ووركس او ورك سبيس زاك ووركس او زاك ووركس ستوديو ايا كان المسمى ايه، لكن ما حصلش. ليه بقى؟ الاسباب كتير جدا، الموضوع واخد تفكير اكتر من اللازم اعتقد يعني، وانا بطبعي للاسف صبور جدا في اتخاذ القرارات علشان ما بحبش اندم وارجع اقول يا ريتني. فكنت بتمنى الحقيقه، يمكن ده سبب لي بعض الاحباط، ان انا ما قدرتش افتح المكان اللي المفروض كان هيجمعنا كلنا وكان المفروض بقى يبقى يعني في كل حاجه بتتعمل اصلا، لكن اكتشفت ان الموضوع اولا مكلف جدا جدا عن زمان. يعني انا من 5 سنين تقريبا فتحت شركه، ما كانش الموضوع خالص زي دلوقتي. اكتشفت ان الاسعار مولع نار ومش بس كده، لا يعني تكلفة انشاء اصلا المكان بقت فعلا تقريبا يعني 300 أو 400% ممكن يكون اكتر زيادة يعني. فده في الوقت الحالي مش متاح، لكن ممكن يتاح قريب يعني، لان كمان عايز ابدأ ادي كورسز وورش لايف او اوفلاين، يعني مش بس الاونلاين. ده غير كمان ان احنا نعمل ميتينجز ونعمل مقابلات بيننا وبين بعض. انا حاسس ان انا محتاج مكان زي ده، انتوا كمان على فكرة محتاجين مكان زي ده تتواجدوا معايا فيه،
تدوني افكاركم وديكم افكاري وندردش مع بعض، نعمل ميتينجز فلوجز، يعني نبهدل الدنيا. فان شاء الله ان شاء الله ادعوا لي يعني ان ربنا يكرم ان شاء الله، ونحاول او نقدر نفتح المكان ده. يعني انا سكت فتره كبيره وما كنتش حابب اقول الموضوع ده، بس انا كنت حابب ان الفيديو ده اطلع افضفض معاكم فيه، واعتذر لكم للمره الرابعه عن التاخير الكبير. اتمنى ان انتوا او اتمنى يعني ان ما يكونش في حد فيكم زعلان مني. عارف ان الفتره طولت 3 شهور كتير، لكن اللي جاي ان شاء الله احسن. ده اللي انا اقدر اوعدكم بيه. وبكده تكون حلقه النهارده او فيديو النهارده الحمد لله خلص على خير. ما تنسوش بقى تتابعوا القناه ان شاء الله، علشان الاسبوع ده في شغل كتير قوي نازل ان شاء الله. كان معاكم محمد زقزوق من zackworks.com و.academy. السلام عليكم.